للراية الخضراء وقعها. أحفاد حسن البنا يعودون إلى الواجهة بعد عقود من القمح. يعودون على صهوة الثورات العربية محملين بربيع الوعود. هم الإخوان، أي الفزاعة التي لطالما استخدمتها الأنظمة لتطيل أمدها حتى حل أجلها. هم الإخوان، ولهم في لبنان جماعة. فأين جماعة لبنان من تطلعات إخوانهم؟ الجماعة الإسلامية هي الفرع اللبناني من تنظيم الإخوان المسلمين الذي أسسه المصري حسن البنا. بداية إخوان لبنان كانت مع جماعة عباد الرحمن التي أسسها محمد الدعوق عام 49، قبل أن يتحولوا مع الداعية فتحي يكن إلى الجماعة الإسلامية عام 62، ليكون عليهم ما عليهم من مآثر في الحرب الأهلية، ولهم ما لهم من مساهمات في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. اجتازت الجماعة مع الشيخ فيصل المولوي مصاعب جمة منذ اتفاق الطائف وصولا إلى الأزمة اللبنانية بعيد اغتيال الرئيس الحريري، وهي أزمة كان لها أثرها في الجماعة، لا سيما بعد انفصال الداعية فتحي يكن وتأسيسه جبهة العمل الإسلامي بذريعة انحياز الجماعة في عدد من مواقفها لفريق 14 من آذار. اليوم وبعد رحيل كل من يكن والمولوي، يقف إخوان لبنان على مفترق طرق جديد في ضوء ما يقوم به إخوانهم في العالم العربي. هي انتفاضات يشكل فيها الإخوان المسلمون ركنا أساسيا، ولكنها أيضا انتفاضات توجه فيها اتهامات إلى الإخوان بالتواطؤ مع الولايات المتحدة والغرب في عملية الثورة المضادة. الإخوان المسلمون في مصر على سبيل المثال هم الذين يتوجه إليهم أصبع الاتهام أحيانا أنه والله أقاموا علاقة مع أمريكا. هذا كلام سخيف جدا. الإخوان المسلمين أعلنوا أنهم يرفضون إقامة أي حوار حتى مجرد حوار. بالماضي لم يقم بينهم وبين الإدارة الأمريكية أي حوار، سواء برغبة أمريكية حتى لا تحاور أصوليين كما يقولون، أو برغبة من الإخوان المسلمين لأنهم يعتبرون أن الوجود الأمريكي في المنطقة وجود معادي، وهو يدعم إسرائيل ويضطهد الحركة الإسلامية في كل مكان. تركيا الدولة الطامحة إلى استعادة نفوذ أجدادها العثمانيين تمثل واحدة من نقاط القوة لإخوان هذا الزمن في ظل إحكام حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإخوانية على مفاصل الحكم التركية، على أن نقطة القوة هذه لحركة النهضة التونسية وحركة حماس الفلسطينية وإسلاميي مصر والأردن وسوريا ولبنان هي أيضا نقطة ارتكاز لاتهام الإخوان بالارتهان للسلطان العثماني الجديد. خليني أقول أنه حق طبيعي لأي دولة أن تسعى لزيادة نفوذها وترسيخ رؤيتها في المنطقة اللي حواليها، وهذا حق لتركيا. المهم أن لا يكون هذا الحق يمارس على حساب شعوب المنطقة وحرية قرارها وسيادتها. الأمر الثاني اللي بدي أكده أنه ليس هناك من آلية تنسيق بين الحكومة التركية وبين الإخوان المسلمين في أي قطر من الأقطار. نعم قد يكون هناك تشاور كما يحصل مع كثير من المسؤولين في دول أخرى، لكن ليس هناك آلية تنسيق حتى يكون الإخوان المسلمين الوسيلة التي من خلالها تحقق تركيا رؤيتها لتوسيع حضورها في المنطقة. هكذا تشدد جماعة لبنان على استقلالها واستقلال إخوانها لتذهب أبعد من ذلك وتنفي أي نفوذ خليجي، وهي تشكو غياب الدعم الخليجي. يؤسفني أن أقول أن الأقطار الخليجية كأنها غير معنية بالساحة الإسلامية اللبنانية، وبعض الأنظمة الخليجية يعني تتهرب تهربا شديدا من مجرد عقد لقاء مع مسلم ملتزم في الساحة اللبنانية، وتريد معظم هذه الأقطار الخليجية أن تبرهن للراعي الأمريكي أو البريطاني أو غيره بأنها لا تقيم علاقات مع إسلاميين ملتزمين وأن ولاءها غربي بالكامل. لذلك أقول الساحة الإسلامية اللبنانية لبنانية ونقطة على السطر. غدا البطريرك والجماعة